قل أخبروني ما تدعون من دون الله. إذا كنتوا بتدعوا من دون ده فين ده فين؟ هل تعلم له سمية؟ يعني هو في حد شبهه؟ في حد مثله؟ في حد ينازعه ملكه؟ فين ده؟ ما هو ما فيش حد فيه هذه الصفات، ولا حد فيه هذه الخالقية، ولا حد فيه هذه الرازقية، ولا حد فيه هذا الإحياء والإماتة، كل ذلك بيد الله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله فين الذين أشركتم به؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ لا شيء. والعجيب أن الإنسان عندما يصنع شيئا يصنعه عكس خلقة الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الإنسان صنع التلفزيون، فإذا تدبرت وتأملت تجد تراكم شديد معرفي وعلوم كثيرة جدا لغاية ما نوصل لهذا الجهاز الذي كانت البشرية تعيش من غيره، يعني ما فيش ضرورة له في الحياة. بعد كل هذه المعلومات وبعد كل هذه المعادلات وبعد كل هذا المجهود نصل إلى ذلك الجهاز. لكن خلقة الله أعجب من هذا بكثير، عكس هذا. هذا عبارة عن أمر صعب ينتهي بشيء يعني له قيمة محدودة. أما خلقة الله فأنت ترمي البذرة في الأرض فإذ بها تنبت شجرة، والشجرة يخرج منها ثمرة، والثمرة تفيد في طعام الناس وفي شرابهم وفي تفكههم. هل هناك عناء في هذا؟ أبدا. محض أن تلقي هذه البذرة ثم ترعاها تجد أنها بدأت في النمو. الرجل يتزوج المرأة فإذ بها تحمل، وإذ بها بعد 9 شهور تلد، وهذا المولود مخلوق مركب معقد، شيء مبدع، شيء مذهل في عقله، في أجهزته، في كل مظاهره الحيوية، شيء مذهل. وهذا أتى من لقاء ماتع بين رجل وامرأة. إذن فخلق الله يبدأ سهلا ويخرج بقيمة عليا في النهاية، بأمر له قيمة عالية وفائدة غريبة عجيبة. وخلقة الإنسان أو صنعته تبدأ بالمركب فتخرج شيئا بسيطا عاش الناس بدونه عشرات آلاف السنين من قبل. فهذا هو الفرق. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وهذا هو الفرق بين خلقة الله وصناعة البشر التي يمكن أن نطلق عليها أنه خلقه وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير. بعد الفاصل نستمر في الوقوف عند محاور القرآن الكريم.